بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا النبيين، مع النقطة رقم 6 واللي هي دي اتش سي بي اوثورايزد اي. طبعا احنا عارفين في شبكات الايثرنت في عندي ارب وماك ادرس ومابينج ما بين لير 2 لير 3. الارب لازم يبقى موجود عشان اعرف الماك بتاع النكست هوب اللي قدامي او الديستنيشن اللي انا عايز اكلمها في نفس المكان وات ايفر. دلوقتي الدي اتش سي بي هنا في خاصيه داخل الكونفيجريشن نفسها بتاعته، واللي هي ان انا اقدر اوقف الارب على الانترفيس دي واقول ان اي جهاز مش واخد من الدي اتش سي بي سيرفر اي بي ادرس الراجل ده مش هيتكلم معاه. بمعنى ايه مش هيتكلم معاه؟ يعني مش هيطلعه انترنت. يعني مثلا يا علي، انت عندك راوتر في الشركه، الراوتر ده المفروض بيوزع اي بي ادريسز للناس اللي موجوده. طيب جه واحد من الناس اللي موجوده وحط اي بي ادريس بايده بعيد من الدي اتش سي بي، في هنا اوبشن اني اخلي الراوتر يقول ان الراجل ده اللي حط الاي بي ستاتيك بايده ما يطلعش او ما يكلمنيش او ما يجيش ناحيتي. انا مخصم ده من خلال الدي اتش سي بي اوثورايزد ارب. طيب ازاي الموضوع هيتم؟ هفترض معاك هنا ان بي سي 2 هنحط له الاي بي ستاتيك باذن نروح الاول نقفل الحاجات دي كلها. بي سي 58 ونيجي عند بي سي 2 ونديها اي بي ادرس عادي شوت داون اي بي ادرس 10.1.77.50 مثلا، و IP route 000000 و المكستوب بتاعتي أو الجيتواي 7 نو شوت داون، وهرجع ل 58 اقول له نو شوت داون. بس استنى نقفل تاني شوت داون، معلش وشوت داون، لان انا محتاج اروح للدي اتش بي سيرفر واعمل التالي. راوتر 7 هنا عنده البول اللي بيوزع منها دو شو ران سيكشن دي اتش سي بي. جوه البول دي هخش واقول له ابديت ارب، الكوماند ده هيابديت الارب كاش، وفي نفس الوقت اروح تحت الانترفيس دي اللي هيخبط فيها البرودكاست انترفيس اي 0 2 واقول له ارب اوثورايز، وارجع تاني اشغل الانترفيس بتاعت البي سي اللي تحت نو شوت داون عند الراجل ده ونو شوت داون. الراجل ده واخد ستاتيك اي بي هنا باي ذا واي، نو شوت داون مركز معايا علي؟ مركز يا باشمهندس. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ البي سي خد اي بي ادرس، البي سي 58 خد اي بي ادرس اوتوماتيك دايناميك، وده عنده استاتيك. السؤال هنا، هل ده وده يبينجوا على بعض؟ يبينجوا لان على نفس السبنت نفس السويتش مفيش اي ريستريكشن عندي. طيب نشوف كده ما
من بي سي 58 نبنج على بي سي 2 اللي هو الاي بي بتاعه 50. دو بنج 10.77.50 بيرد عليه. هل 58 يبنج الجيت واي بتاعته؟ يبنج. تعال نشوف. نروح لبي سي 2 اللي احنا حطينا له الاي بي ستاتيك. دو بنج اي اوكي 8. كان اي بي الراجل ده كام؟ لسه مبنجين عليه. 1. يبقى انا هبنج على 1 عادي. هل بقى الراجل ده يبنج هنا؟ ده الصغير يبنج الجيت واي؟ نوب. اكيد لا. ليه بقى؟ لان انا وقفت اتعرف عليه، وقفت الار بكاش. الراجل ده دلوقتي ما يعرفش الماك ادرس بتاع الراجل ده وبتاع الانترفيس دي، فبالتالي مش هقدر احط اي ديتا على الميديا عشان اوصلها للراجل ده. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا جيت على البي سي وقلت له دو شو ارب الاي بي هنا ادرس، مفروض عندي الماك بتاعه. طب خلينا نبص على 7. دو شو ارب، شوف وير از ات، مفيش حاجه ليها علاقه ب 50 هنا. الاي بي ادرس بتاع بي سي 2 كام؟ 50. الماك ده مش موجود عند راوتر 7 هنا. اوكي يا باشمهندس. طب باشمهندس انا عندي سؤال حاليا. ممكن اشيل الباك جراوند على النتورك؟ طبعا. ازاي نحل الاشكاليه دي؟ هنتكلم، هتحط له الارب ستاتيك. ماشي اتفضل. طيب نفترض الان احنا اوكي التصميم هذا الذي يودي اتش بي سيرفر في راوتر 7 اوكي. نفترض شبكتنا كبيره وفي هنا جيج سويتش. نفترض انه انا شبكت سيرفر دي اتش بي سيرفر، شبكت للشبكه، يعني اصبح عندي في الشبكه اثنين يعني مصدرين للدي اتش بي سيرفر. هو غلط اوكي. ونفترض ان الاجهزه عندي اوتوماتيك. طب هو غلط. نفترض المفروض يبقى عندي ريدندنسي في الدي اتش بي يعني عادي يعني. بس ماشي خلينا ساير معاك السيتويشن. قول. اقصد يا باشا اوكي انا بجيب لك الطريقه اللي هو في الواقع نعمل راوتر دي لينك. اوكي راوتر دي لينك، ادي راوتر هنا. هنقول ان الراوتر ده متصل هنا على الانترفيس دي. هنا في دي اتش سي بي وهنا في دي اتش سي بي. قصدك ايوه مثلا راوتر 7 هذا يروح الانترنت اوكي، يوديك الانترنت، يخرجك يطلعك الانترنت. الراوتر اللي على اليسار هذا ما يوديك للانترنت بس مفعل فيها الدي اتش بي سيرفر اوكي. نفترض انه الاجهزه اخذت من الراوتر الذي ما يوديك للانترنت. ايوه اوكي. وانا عاوز يعني امنع هذا الشيء، اي دي اتش بي سيرفر غريب يدخل لشبكتي امنعه. هل الكوماندز الذي انت الان قبل شوي طبقته يعني يستوي افعاله في الشبكه؟ اولا يعني انا عاوز امنع اي دي اتش بي سيرفر غريب يدخل للشبكه. ايوه طبعا. كتربهم مثلا شخص. تفضل. في حاجه اسمها في السكيورتي الدي اتش سي بي سنوفنج، ان ده عشان امنع اي روج دي اتش سي بي سيرفر ان يخش النتورك عندي ويدي اي بيز ويوزع اي بيز للناس. ده 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 موجود. بس ايه المشكله ان انا اخلي عندي دي اتش سي بي عند الراجل ده واشاور في البول بتاعتي اللي انا مكريتها، اقول للناس دي استخدموا الاي بي ادرس بتاع الراجل ده، انتوا طالعين على الانترنت عادي جدا. ما اوكي ما هذه عادي. بس افترض يا باشمهندس ان واحد دخل وشبك لك راوتر دي لينك، انت عرفت الراوترات الدي لينك هذه؟ اقول لك انا فهمتك.
هتيجي على الراوتر دي لازم يكون فيها دي اتش سي بي. اي جهاز في الشبكه راح ياخذ من اول دي من اقرب دي اتش سي بي سيرفر راح ياخذ من عنده اللاي ادريس. صحيح. عشان كده تيجي على السويتش يعني بقى راح اتفضل تيجي على السويتش ده وتعمل حاجه اسمها دي اتش سي بي سنوبينج. الدي اتش سي بي سنوبينج بيعامل باي ديفولت كل فتحات اللي رايح لها السويتش على انها ان تراستد بورد. يعني ايه ان تراستد بورد؟ يعني ان انا مش هقبل منك اي اوفر مسج او اي اكنولج مسج من اللي بيبعتهم دي اتش سي بي سيرفر. فاذا الراجل اللي عايز يعمل دي اتش سي بي سيرفر يعمل نفس دي اتش سي بي سيرفر مش هيقدر يعمل ده. فهمت؟ اوكي. واروح عند الانترفيس اللي رايحه للدي اتش سي بي الرسمي الرئيسي الشرعي واخليها ايه تراست. اقول له دي اتش سي بي سنوبينج دي تراست دي اسمح لها. واذا عندي ابلينك من سويتش لسويتش عادي نفس الشيء بيكون مقرب. ايه بالظبط. المهم السيتويشن يتحل ازاي هنا عشان تخلي البي سي 2 يكلم الجيت واي؟ لازم تيجي عند راوتر 7 وتضيف الماك ادرس بتاع بي سي 2 استاتيك في ايدك والدنيا كده المفروض تشتغل معاك عادي. يعني هتقول له think orb وتحط الاي بي ادرس بتاع البي سي 2 وتحط الماك ادرس في الحالة دي بي سي 2 يقدر يبينج 7. وان هو مكانش بيبينج في الاول دلوقتي بقى بايه بيبينج. ده بالنسبة للدي اتش سي بي اوثورايزد. الموضوع واضح يا علي ولا في اشكاليه؟ لا يا باشمهندس.